السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكملين معكم في كل جديد وغريب ومفيد في عالم المحركات. كالمعتاد أنا دائما أنا عارف أحب أجيب سيارات جديدة. الهدف إنه زي اللي متابعين أي موضوع فاشن، كتب، معارض، تقنية، جوالات، يحب يشوف أي شيء جديد. أنا نفس الهواية أو نفس العيب عند البعض، وأحب أشوف أشياء جديدة. السيارات المعتادة عارفينها، مصورينها، ومليون واحد صورها، لكن إحنا دورنا بنحاول نجيب لكم كل شيء جديد عشان خلينا نقول كده نخلي الناس عندها صورة كاملة إيش اللي حاصل، إيش الجديد في السوق، عشان الوعي دائما يكون على أقصى حالته. خليكم معنا اليوم، زي ما قلت إحنا مقدم لكم معلومات والقرار الشراء يعود لكم. خليكم معنا. بستيون فاو، بستيون 2022. خليني ارجعكم في الزمن شويه، خطوتين لورا. قبل حوالي 6 سنين او اكثر شويه كان جاتنا دعوه لفاو، في مصنع فاو في الصين. فما شاء الله كان جو رومانسي وشاعري جدا. سيبكم من رحله طويله في طياره، في طياره وصلت، فعشان اديكم مثال قديش الجو شاعري ورومانسي. لما طلعت اقصى شمال السويد بينه وبين القطب الشمالي 110-140 كيلو، كان الحراره 21 تحت الصفر. في الصين عشان على مصنع فاو على حدود سيبيريا، فكانت 27 تحت الصفر. فعشان بس تتخيلوا المنظر كيف كان. مع ذلك بصراحة أنا استمتع بالثلج الجو البارد. في نفس الرحلة هذيك صورنا لكم الله يسعدكم مصنع، والمصنع بيصنع لتويوتا. صورت لكم التويوتا الكراون اللي موجودة عندهم في الصين. صورنا لكم بيصنعوا المازدا، وبيصنعوا لفولكس واجن جروب، وبيصنعوا هونشي اللي هي رولز رويس الصين الفرع الفخم. فهذه الشركة الأم طبعا متأثر بما ان هم بيصنعوا للالمان وتعلموا. حتى جبت لكم اختبارات الصدم اللي كانوا اخذينها، مو بس في التشاينيز انكاب، اخذين 5 نجوم اختبارات صدم ومتفوقين كانوا في الاختبار القديم في واحده من سياراتهم، حتى على المرسيدس والدوج. حطيت لكم التقارير ايامها. طيب الان ايش التاثير اللي اخذوه من تصنيعهم لفولكس واجن او اودي؟ هم صنعوا للاثنين. هونشي تعتبر عبارة عن أودي الصين، بس على شكل مفخمينها بعلامتهم هم. فحبوا يكملوا بالتصميم تبع أو فهم فكر أودي. يقول لك أنا ماني الوحدة في السوق، في سيارات صينية تانية كثير معروفة، تبى تقول هافال، تبى تقول الله يسعدكم هونشي في القمة، تبى تقول شانغان، تبى تقول أي شركة تانية. هم قال لك إحنا حندخل على مستوى نعطيك النعومة والفخامة. فهتلاقوا نفس المحرك والجير بوكس الموجود في الهونشي، نفس الشاشات الموجودة في الهونشي، مع طبعا كل حجرة لها أجرة، معتبر أنه نازل له على السعر أقل عشان يقدم لك المواصفات. طبعا إلا ما في شوية مواصفات هنا أو هناك أقل، ولا كان يعني زي ما أقول إيش، ما صار موضوع منطقي اقتصادية. طيب فعملية الفخامة والنعومة فعلا مركزين عليها في السيارة هذه، في سواقتها استمتعت بصراحة في السيارة في النعومة اللي فيها، ما بيعطيك أحسن عليها. الأربع سلندر 2000 سي سي نفس اللي في الهونشي الاتش اس 5، أربع سلندر 2 لتر توربو، 224 حصان، من 4500 إلى 5500 دورة. العزم 340 نيوتن متر زي ما قلنا، من 1650 دورة إلى حوالي 4500 دورة. جير بوكس ايزن نفس الشركة اليابانية بتدي مازدا وبتدي تويوتا وبعض سيارات بي ام دبليو، فهم راحوا على المكونات المعروفة والشركات العملاقة المعروفة. عندنا حفلة LED أمامي وخلفي، وعندنا الله يسعدكم كمان 266 لمبة LED خلفية، حفلة إرباقات. المضحك في السيارة هذه شوية، حنكمل الحين معكم على وصفها بزيادة، للأسف هذه السيارة ما هي الفول فول أوبشن. الفول فول أوبشن فيها اللين كيب أسيست، المساندة على الطريق، التنبيه من خروج المسار، الرادار الذكي، حتى التنبيه للزحام، فيها كل الأشياء موجودة. زي ما قلت متأثرين من فولكس واجن الألمان أو الأودي في عملية التقنية دي وتصفيح السيارة وحوزة اختبارات الصدم. أخذت 5 نجوم في اختبارات التشاينيز إن كاب، السي إن كاب أخذت 5 نجوم. هنحاول احط لكم اختبارات الصدمه الصينيه، وكمان اسعدكم عمليه بما انه تاثروا اخذوا كل معلوماتهم من الالمان، حتى الرادار الذكي اللي من ضد مع المشاة بيتفاعل مع المشاة او مع الاجسام الصلبه، احدث رادار ذكي حاطينه فيها. مش مدح السياره لكن معلومات. لما طلبت السياره فول اوبشن عشان نجربها، للاسف يا جماعه جابوا الفئه الادنى ك
كمية أكبر والفيل أوبشنال كمية أقل بحكم إنه الفئة الأدنى سعرياً اللي حتتباع أكثر. اللي حصل العكس، الفيل أوبشن كله اتباع فضلنا يا دوب بكم سيارة لحقوها في اللي تحت الفل، والبيسك على الأقل نوع لسه ما انباع بالكامل. والكميات الجديدة اللي جاية قلبوا الآية، صارت جاية كلها فول أوبشن عشانها مرغوبة أكثر ومطلوبة أكثر. طيب خلصنا كده تقريبا شرح السيارة بالكامل، خلينا نخش باقي التفاصيل الصغيرة. زي ما قلت حفلات LED، 4 سندر، 2 لتر توربو، 6 سرعات. كنت أتمنى ملاحظات على السيارة ما سكتها، أتمنى إنه الجير بوكس ينزل 8 سرعات، صافية بنزين عليها ممتازة، جاي في الجيد في الأخضر. وكنت أتمنى الجلد يجي مخرم شوية، لسه مستني الفول أوبشن يجي عشان يجربها، لأنه بصراحة فيها مواصفات رائعة جدا من ناحية السيفتي والدلع اللي فيه. مقاس الكفرات عندنا كفرات كوبر، ومقاس الكفرات الله يسعدكم 245 على 20، عفوا 245 245 على 50 20. جاية ما شاء الله حجمها كده كبير وحلوة، عملية التبريد جاية، الحزام والشكل كده إليجنت. زي ما قلت ثاني مرة نرجع متأثرين شوية بعملية الألمان، وحابين تكون السيارة مش قوية. قال لك ما بركز على دفع رباعي، لأنه كمان موجودة دفع أمامي فقط مش دفع رباعي. قال لك اللي يبغى سيارة داخل المدينة كروس أوفر ويبغاها قمة الفخامة والنعومة بأقل سعر ممكن، هذا إحنا نبغاه. الفاو تي 77 لما وردت لك مية قبل كده رجوعا للتأثير أو التأثر من الألمان، كان عاملة زي لامبورغيني الأوروس. هنا سيارة أكبر أوسع أفخم وأنعم. طبعا شراكتهم مع شركة شومي للجوالات في السيارة في حال فتح لها كل طرق التواصل مع الشبكة، في سيارة بتكون ذكية جدا عن طريق الشرائح الذكية بتجي فيها، لسه ما جات، لسه الله أعلم متى تجي، ما جات. بس لما تجي، لأنه السيارة مصممة مجهزة أن ينزل عليها، حتقدر تتفاهم مع الشبكة بحيث أنه حتى لو تبغى موعد، تبغى تطلب شيء، تبغاها تحجز لك في مطعم، تقدر تسوي لك هو بالكامل من التقنية اللي تكون مستعدة لها في حال هنا الشرائح الذكية اشتغلت بالكامل وسمح لها. عندنا بنزين قلنا جيد 14.1، هي البنزين هنا تقبل 91 و95، بس انا دائما النصيحه اقول للمحركات هذه خليكم على 95 الاربع سلندر بشكل عام. ميزه من غير الشكل الجمالي الاليجنت عندنا الله يسعدكم، الباب بتفتح معانا زاويه واسعه، وعندنا مساحه دخول في الخلف وجلوس ممتازه، وعندنا فتحه سقف كبيره. خلينا كده، انا كده تقريبا شطبت لكم على السعر بالكامل. خلينا ناخذ التفاصيل الداخليه. الشنطه مساحتها لا باس فيها، بس طبعا عمليه تطبيق الكراسي بتدبل مساحه التخزين الخلفي. طبعا تكلمنا على حوادث الصدمه والاختبارات والرادار الذكي. التصميم قلنا إليجنت، كلاسيكي إليجنت شويه، مو كلاسيكي، مالين على حكايه انه إليجنت راقي فخم. فعندنا كمان حاجة تانية برضو من الألمان، الرفارف الكبوت بيجيكم عريض، الرفارف العريضة، الشورت أوفر هانكس المقدمة قصيرة مع هنا كمان قصيرة. وعندنا الله يسعدكم الكتف، حزام الكتف يكمل معانا لغاية فوق، الحزام الكروم، وعندنا كمان هنا الله يسعدكم المؤخرة جاية قصيرة عشان الوسع كله يجي هنا خصوصا في المنطقة دي. وشوفوا حجم الأبواب، طالعوا حجم الأبواب الأمامية والخلفية، هتفهموا لما تدخلوا داخل السيارة اللي بنتكلم عنه حكايه الوسع. وعشان عزل الصوت المرايه ما هي لازقه في القزاز في الباب، ونفس الستايل حق الالمان ثاني مره ههريكم انا اليوم، انا عارف مش حبا في السياره وحبا في الوكيل، بس وصف للوقائع للحقائق. عندنا غير المناطق العمية انها حساسات، كمان المرايه جايه مشطوفه زي الالمان زي الفولفو زي الفولكس واجن، تجيك المرايه مشطوفه كمان عشان ادت سيفتي، عمليه امان اضافي اكثر على السياره. وتكلمنا على الحديد، اختبارات الحديد الصلب والصدم اللي عاملينها. كده خلصنا كل التقنية، التصميم، الفرامل، فراملها حلوة، وعملية الثبات والنعومة. وزي ما أقول دفع أمامي فقط للأسف، ما هي دفع، ما في منها دفع رباعي، لأنه هم يركزوا على عملية أنك قاعد ومبسوط ومتدلع وسيارة بتخدمك بشكل يومي داخل المدينة أو في سفر. عملية فتح الباب كنت بقول لكم زاوية واسعة هي ممتازة عشان عملية الدخول. السيارة ما هي مرتفعة كثير عن الأرض، بما أنه السيارة دفع أمامي أختصر عملية أنه يكون عمود نقل الحركة في الأسفل هنا مزعج، فما في عندنا عمود نقل الحركة، الواحد يقعد بكل أريحية. الكراسي لثلاثة أشخاص بكل راحة، أو اثنين من حجمي أنا أو أربع أطفال، لكنه المرسوم هنا ثلاثة أشخاص. فتحات تكييف اثنين خلفية، عندنا خشب بلاستيك بشكل خشب على الباب،
حفلة إرباكات كاملة بصراحة مع الفخامة الموجودة في السيارة. كنت أتمنى الجلد يكون مخرم ويكون في ستارة خلفية يعني كان كده، بس أنا أتأكد الظاهر خايفين يضربوا على الهونشي. عندنا الأيزوفيكس لكراسي الأطفال، مسند اليد، مكان لكوبين موية، المساحات الداخلية. على طولي أنا ما شاء الله قاعد في الكرسي الأمامي، عندي 5 أصابع كاملة وشوية من مساحة جلوس ركبتي. واحدة من السيارات القليلة اللي قاعد فيها في الصيني كروس أوفر وقاعد في الخلف، وفي عندي مساحة براح على طولي أنا أقعد وأنا مستريح. عندنا هنا شاحن USB وشاحن ولاعة. مساحة السقف الله يسعدكم من المنطقة الأقل ارتفاعا 5 أصابع، ويدوب في كم ملي إضافية جنبها كمان. فعندنا ما شاء الله هنا مساحة واسعة برحة السيارة في جلوس الخلف. مساحة الشنطة الخلفية 377 لتر، ولو طبقت الكرسي الصف الثاني حيصير عندك دبل، تخش معك في 700 كسور كمساحة تخزين. والشاشة الأمامية والدلع اللي فيها ما شاء الله من أجمل ما يمكن. الجدير بالذكر السيارة أخذت في حشين مركزين عليها برضو متأثرين من الألمان وحابين إنهم يتميزوا في شيء. المحرك أخذ جائزة واحد من أفضل 10 محركات من ناحية الأداء والصرفية والفعالية الاحتراق في عام 2019. أخذ واحد من التوب 10، واحد من الأفضل 10 محركات في الصين عاملة بالوقود. الفلتر حق الفلتر حق البولوشن حق التلوث والروائح والأشياء دي بغالة تنظيف، والميكروبات الصغيرة، فبيشتغل بفعالية عالية جدا أعلى من كل منافسينه. فحب يحطوها إنه في عملية غير التصميم والدلع والراحة والرفاهية، حبوا كمان إيش يطوروها غير الشاشات إذا اللعوك بحاجة هنا أو هناك. أربعة وعشرين فاصلة ستة إنش. أشيلها؟ إيش أنت أفسر؟ إيش أنت؟ إيه رولينج طيب. عند الله ستكم شاشتين، شاشة واحدة عبارة عن شاشتين. 24.6 إنش، 12.3، 12.3، وعندنا هنا شاشة كتكوتية صغيرة. طبعاً واحدة من الأشياء الجميلة الواحد يقعد يسويها، قاعدة تسلى أمس السيارة، نتفت كل شيء في السيارة أهو، ولسه هنا في كمان واحدة ثانية الله يسعدكم نقعد ننتف فيها. أيوة. يا سلام كده الواحد يحس بالذنب وضمير شغال. طيب الآن زي ما قلنا كل شيء عندك هنا. طبعا عندنا توصيل بلوتوث اللي هو الايزي كونكشن، اللي هو بتشبك الجوال، مش ابل كار بلاي، ايزي كونكشن السوفت وير حقهم تشبك باليو اس بي. وفي عندنا بلوتوث، وصلنا البلوتوث. وفي عندنا هنا شكرا سيدي ما نبغى خاص. وعندنا هنا الله يسعدكم باقي الإعدادات الثانية اللي تبغاها، الصوت ولا سماعاتها حلوة، سماعات السيارة حلوة كنظام سمعي في راديو موسيقى محلية. وعندنا هنا التقويم وصايتي ما فيش، هذه زي ما قلنا ما هي الفول أوبشن، فما في عندنا هنا النافيجيشن. النافيجيشن حيكون عن طريق جوالك. وعندنا هنا شاشة ثانية سفلية، يد الجير بوكس جاية ناعمة، وزر هنا زي ما قلت جير بوكس ايزن ياباني. عاملين لك مساند اليد نفس الستايل الالماني ونفس الطريقه اهو. شحن الجوال ما في شحن وايرلس، شحن الجوال بيكون عن طريق الولاعه او عن طريق اليو اس بي، موجوده هنا معانا كمان، وتقدر تقفل. هذه كده مختصر مفيد الشاشات حقت السياره ستريت فورورد. عاملين لك حتى المرايه فريملس، وعندنا هنا كمان للكاميرا عندنا يو اس بي ثاني ممكن يتركب كارت ذاكرة زي ما غلطان. في الفول اوبشن فيها كل شيء، هذه اقل منها شوية فللأسف فيه بعض النواقص، لكنه على اللي موجود فيها حلوة السيارة. الكبوت طبعا فيه ميزة حلوة اللي هي الله يسعدكم، دائما ننتقد حكاية انه فيه عصاية، الكبوت هنا بمساعدات مو بعصاية، فزي ما قلت مفخمين السيارة. حتى هنا مساند اليد او مقابض الابواب معمولة بشكل فخم. ارجع بس انه كنت اتمنى الكراسي ارباقات كامله جانبيه كل شيء، اتمنى انه كان الجلد يكون مخرم او في تبريد حيكون شيء حلو، بس يمكن خلينا نشوف الفول اوبشن لما توصل. في تصميمهم الصينيين يحبوا دائما وشرق اسيا الخيال، فدائما معتبرين انه الاجنحه والاضاءه كده انه زي اجنحه الملائكه في تصميمهم،
وعندنا اضاءه جميله 266 لمبه LED خلفيه شكمانين طبعا سيبكم اللي في الخارج ديكور بس حلاوتها انها ما هي مقفله الشكمان شويه لداخل لجوا عشان ما يحرق الكروم اللي في الخلف بس فيها شكمانين فعلا الكاميرات 360 درجه مضغط الزر الشنطه تتفتح 377 لتر طبق الكراسي يصير عندك 700 كسور لتر وعندنا هنا معدات بالاسفل كامله حقت البنشر كراسي تطبق ما فيش عمليه حركه الرجل والدلع ده بس يعني بضغطه زر وانتهينا طيب المكيف بارد ما شاء الله بس خليني شوي نخفض من المروحه عشان الصوت ما شاء الله بدل ما نخفضها رفعناها الشاشات لمس الشاشات دقيقه شويه هنا ملاصق الشاشات لمس كل شيء عندنا هنا بلمسه زر حتى هنا الهابتك اللي هي الملمس حق في الدركسون كل شيء عندنا موجود لمس طيب نختصر الكلام مميزات وعيوب شكل جميل فخم السياره رايقه حنقيس لكم عزل الصوت الان دفع امامي فقط مركزين على عمليه انه النعومه ركوبتها حلوه فراملها حلوه متاثره كثير بالعرق الالماني بحكم انه مصنعه لاودي فولكس واجن محرك اخذ جائزه من افضل 10 محركات في الصين فلاتر الاكسجين تنقيه الاكسجين داخل السياره تعتبر في بين الصانعين الصينيين الاخرين الافضل منهم كلهم للاسف دفع امامي عندنا هنا حتى كبوت ما شاء الله مساعدات يعني شيء حاجه حلوه كل شيء لمس ما سقنا الفول فول اوبشن عشان نحكم عليها لكن شايف مواصفاتها على الورق رائعه الكراسي جلد مهم خرمه ما فيها تبريد وشاحن الجوال عندنا ما هو وايرلس لازم بسلك وتتشبك السياره ثواني على سيره الجوال نطفي الصوت الله يسعدكم زي ما قلنا المحرك 2 لتر توربو فخلينا نجرب التسارع نجرب عزل الصوت وكمان نديكم التفاصيل كامله عن السعر هذا هذا صوت مش واحد بيطنقر قزاز ولا شيء هذا الله يسعدكم صوت طبعا الكاميرات 360 درجه وهي ما شاء الله جميله في تدينا معلومات كامله طيب ما في زر تحكم في التعليق في هو زر واحد هنا من الجير بوكس رياضي او اداء عادي نقول بسم الله شغلنا كاميرا التصوير مستر كاميرا مان لاصق في الكرسي ورا الله يعينه على اللي بيشوف الكاميرا مان ما ركزوا انه يعطوك عزم شو اسمه احصنة عالية مرة ركزوا انه يعطوك عزم عالي من اقل دورة خلينا نقول من 1400 فبيديك الاعلى عزم اليوم في هواء شوية قوي برا لكن ان شاء الله مجرب ان شاء الله كل شيء في السيارة طار لقدام. ايش رايك في الفرامل؟ فضل يدي فوق انت تنط فرامل اعتقد ممتاز. ايه لا ما هي زي الباقي الفرامل حق الصين اللي خابرينه. ايوه. فنرجع للكلمة جننتكم فيها انفلونسد متأثرين بالألمان بحكم انه مصنع للألمان فاقتبسوا منه. سوري معلش المعركة هذه. متأثرين بالألمان بحكم انه بصنع الألمان فاقتبسوا منه اشياء كثير احلى اقتباس في حياتي شاصي ثابت فرامل ثابتة عندي اهم من عزل الصوت مكيف بارد طبعا جدا مهم في بلدنا الجميلة انه مكيف بارد الله يسعدكم حيكون شيء حلو لانه غير كده حصير حالات اختناق وانا مشكلتي كما الله يسعدكم احمر البيض احنا نحمر في الشمس نسبة عزل الصوت ممتازة نسبة عزل الصوت ممتازة جابت 61 ونزلت إلى 58 ولما مغطها تماما دعس على الآخر
جابت 68. أنا هذا نسبة عدد الصوت. هذا الله يسعدكم الكاميرا 360 درجة. كمان هنا نحطها 3D، هتطلع معنا كده اهي 3، هذه 2D 3D، بعدين وثلاثة أبعاد تبقى معنا بالكاميرا بالشكل ده. هي تحرك يمين شمال أمام خلف، تحرك لك هي الكاميرات حسب حركة الدركسون. الآن عزل الصوت على السيارة يعتبر ممتاز. سيارة صينية جاي نتكلم في أوائل 60 أواخر 50، فيعتبر ممتاز. اليوم في هواء كمان، ف بلاستيك على شكل خشب، في وسع بالنسبة للصالة الألماني، في وسع داخلي فوق وتحت أمام خلف يمين شمال، في براحة. الدركسون عامل الشطفة حقت الدي اللي يعني دركسون رياضي، للأسف تحريك يدوي. حنحاول الضمان ممتاز، 6 سنوات مفتوحة الكيلومترات. هحاول أجيب لكم سعر الصيانة، والسعر أتمنى كمان ينزل شوية بأمانة، كمان أتمنى أسعارها تنزل شوية. حيكون شيء ممتاز، لأنه ممكن نزل سعرها نزلت شوية حتنافس أكثر في السوق، وحيكون وضع أقوى مقارنة بالمنافسين الموجودين. هنا يمكن شوية في جزئية مديك العرق الألماني بسعر أعلى مقابل بعض المنافسين الصينيين الآخرين، بديك يمكن مواصفات تانية أكثر، بس الفرامل حقتها بأمانة مقارنة بسيارات كثير الصينية سوقتها، للأسف الشديد إنه الرادار الجهاز اللي يقيس التسارع والفرامل والثبات خربان، ومستني جديد يوصل، ولا كان قسنا فرامل، لكن فعلا ما شاء الله تحس إنه مسكت الفرامل كل حاجة جنب الطارة تحت. فأتمنى كده قدرنا اليوم نعطيكم معلومات كاملة على السيارة، سيارة جديدة. أول أتوقع إحنا أول تجربة عربية لها، قاعد أدور على أي أحد سوى له تجارب ما في، فإن شاء الله هتكون أول تجربة عربية لفاو بستيون T99. سارة حلوة، فخمة، ناعمة، رائعة، دلوعة. أكثر شيء يميز السارة دي مقارنة بالآخرين فرامل وثبات ممتاز، والنعومة في تفاصيل السارة جميلة جدا. ضمان 6 سنوات مفتوح الكيلومترات رائع جدا. شكرا لكم، ونراكم على خير لتجارب تانية كثير، ودمتم بخير وعافية رب.